بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي الحضور ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جمعية النويدرات الخيرية يطيب لي أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جميع العمال في العالم بصفة عامة وإلى عمال البحرين وعمال قرية النويدرات بصفة خاصة، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي. نتمنى للجميع مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار في ربوع مملكتنا الغالية. يحتفل ملايين العمال حول العالم سنويا في مثل هذا اليوم، وهو الأول من مايو بيوم العمال العالمي أو عيد العمال، وهو احتفال اشتراكي الأصل اختير هذا اليوم تحديداً لتخليد ذكرى من سقط من العمال والقيادات العمالية، وهي تناضل من أجل تخفيض ساعات العمل بثمان ساعات يومياً وتحسين ظروف العمل. ويعزى أصل هذا العيد إلى الإضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1886، حين استمر الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوته لتحفيز تطور الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلوا العمال بصورة قاسية، فكان العمال يعملون من 14 ساعة إلى 16 ساعة كل يوم وينالون أجورا قليلة، فيما أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الإضرابات هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشة معقولة، وطرحوا شعار الإضراب وهو نظام العمل لثمان ساعات. لم يكن ديننا الحنيف بمنأى عن العامل وكده، بل أكرمه وأعطاه مكانة معنوية مرموقة لا تبلغها أي قيمة أخرى، ولا يمكن مقياسه ولا يمكن مقايسة المكانة المتميزة التي منحها الإسلام للعامل بأي قيمة مادية، وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق والأنبياء كان يقبل اليد العاملة، كما جاء في الأحاديث عن نبينا وعن الأئمة الأطهار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كما قال الإمام الصادق عليه السلام: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. إنني أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة جمعية النويدرات الخيرية على هذه اللفتة الكريمة
وجعل هذه المناسبة من أولويات برامجها السنوية، وإن دل ذلك فإنما يدل على حرصها واهتمامها بالطبقة الكادحة من أهالي قرية القرية. ولو أن الكل في هذه القرية هم الكادحون حتى أن يلقوا ربهم بمغفرة ورضوان. أخواني وأخواتي المكرمين، في حفلنا هذا حقا أنكم تستحقون الكثير، وليس فقط في عيد العمال العالمي بل دائما وأبدا. إن العامل البحريني يستحق أن تكون له الأولوية في الرعاية والتدريب والترقي ونيل الحوافز والمكافآت وتحمل المسؤولية في القيادة بدلا من العامل الوافد. إن الأمل يحدون أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص على بقاء العامل البحريني بالاستمرار في العمل وعدم تسريحه تحت أي ذريعة. نعم، يجب أن يكون العامل البحريني هو الأول في كل شيء. تحية وحب ووفاء وعرفان لطبقتنا العاملة البحرينية في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية في أرجاء بحريننا الغالية عامة. تحية خالصة لكم أخواني وأخواتي المكرمين، نقول لتلك السواعد المعطاءة والبناءة شكرا لكم. إن كل نقطة عرق من جباهكم العالية هي موقع فخر وتقدير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أقف أمامكم للتحدث نيابة عن إخواني العمال المكرمين بفعالية يوم العمال العالمي 2019. يحتفل العالم أجمع بعيد العمال في أول من مايو على كل عام، ويتم من خلاله تكريم وتقدير العمال على جهودهم التي قدموها لبلدهم. لما لهذه الفئة من دور فاعل في تقدم المجتمع. وبعد هذا اليوم عطلة رسمية في أغلب دول العالم. في قريتنا الحبيبة نويدرات وتحت مظلة جمعيتنا الخيرية والتي أخذت على عاتقها شأن تكريم العمال في يوم عيد العمال، نحتفل معكم وبكم اليوم في هذا الحفل البهيج. فأنتم الذين بنيتم الأوطان والأجيال بأفعالكم، ندعو لكم الله أن يعطيكم خيرات ويحقق أمانيكم، ولا يحرم القرية والوطن من أمثالكم. أنتم المميزون بين البشر. مهما مرت الأوقات السنين. لكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. السلام عليكم. كلمة مني وبالنيابة عن أخواتي الفاضلات ألقيها تحية لمركز المرأة وجمعية نويدرات الخيرية. كما والمناسبة يوم العمال، فلتكن كلمتي موجهة للأيدي العاملة البحرينية المعطاة. أحببت في بداية الأمر أن أبعث إليكم أيها المجاهدون في ميدان العمل أو في منازلكم كلمة بسيطة هي قاصرة خجلة. أخوتي العاملون، أنتم الشموع المضيئة في طريق الإبداع والتميز، فشكرا لكم يا أصحاب الفن، شكرا لكم أيها المتألقون المحترفون. وكلمة أخرى أوجهها لأصحاب الدعوة الكرام، إنني أثني على جهودكم الجبارة في سبيل التميز والرقي، وأقف وقفة احترام لتقديركم إيانا ودعوتكم الكريمة لنا، وكلنا شرف الحضور في مقام حضرتكم.
كما وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحسن استضافتكم وبتكريمنا كرمكم. كلمة الشكر هذه أنثرها حباً وثناءً عني وبالنيابة عن أخواتي الكريمات المكرمات. شكراً لطيب اختياركم لنا، دمتم ودام عطاؤكم وبورك جهودكم الطيبة، فشكراً لكم والسلام عليكم.